متابعينا عبر قنوات أبو ظبي الرياضية على هذا الوجه. اعتدنا النشيد الإيطالي لسنوات. بوفون قد تكون ليلة من ضمن ليالي الوداع، وهذا الاسم الكبير لا يحتاج إلى ليلة بل إلى ليال كثيرة، وليلة من خلالها ينتظر عودته الميلان الكبير في هذا في الأولمبيكو، أحد أقدم وأعرق وأجمل الملاعب ومن ضمن فئة الخمس نجوم على مستوى العالم. إيطالي يدير اللقاء، ولطالما تميز التحكيم الإيطالي لسنوات طويلة بكولينا ورفاقه. أيها الأحبة في كل مكان وعبر شاشة أبو ظبي الرياضية، الليلة هي ليلة مختلفة، هي ليلة مرتقبة، هي ليلة ليالي، هي ليلة اليوفي وميلان، بيانكونيري وروزونيري، لقاء الكبار، لقاء العظمة، لقاء النجوم، لقاء الأساطير، لقاء يحبس الأنفاس، يرسم ابتسامة على كرة ملعوبة على الجهة اليمنى لكوادرادو، بيلعبها أمامية، الكرة داخل منطقة تسمى بقيادة فرانك بيكنباور، كرة ملعوبة أمام المرمى، الكرة لديبالا، ديبالا أمامية باتجاه مانجوكيتش يطلع عليها، بوفون ينقذ هدف، الكرة لا زالت قائمة، كوستا بيحاول يمر، هكذا مشاها بمكان، الكرة السلام، الله يا ميلان! اللقطة الماضية من مدينة كومو اللي سددها، ولكن أمامك بوفون، مثل هذه الكرات من الاستحالة، عالية عرضية على الطيار، يا سلام! تسديدة من كوستا بتمر إلى خارج الملعب، ضربة مرمى على الطائر كانت يا كوستا اللقطة الماضية، لكنها عدت وتجاوزت ومرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى كانت رائعة من ديبالا، كأن ديبالا ضربة ركنية على عرضية لليوفي داخل منطقة الجزاء، بتتحول إلى وسيدورف ومالديني ونيستا، وكرة أمامية لكن ديو أمامية، الكرة باتجاه مانزوكيتش، الكرة نزلت مانزو بيلعبها لبيانيتش، جاليا بهدف مقابل لا شيء، كاتيلي يعني كوادرادو عالية عرضية بعيدة إلى خارج الملعب، في ظل اليوفي الكبير، الكرة عرضية أمام المرمى، الآن الموسم الرابع، هو الآن معارن أفرنتا وقد يثبت أقدام مدريد ألمانيا ودولي مع المنتخب التركي، وأشوف هذه الكرة العرضية هذه شوي صعبة الصراحة، كرة لماتيودي محاولة المرور لكنها بتتخلص، بتعود لدينا ترابتوني، وكان لدينا مارتشيلو ليبي، وكان لدينا من الأسوسو داخل منطقة الجزاء أمام المرمى، ولكن بتتخلص الكثير من الأسماء الحالية، لكن لما ترجع على الجماهيرية، آه لو المباراة تشهد هدف راح نشهد متعة كبيرة، على الجهة اليمنى بيلعبها، تتخلص الكرة، مانشستر يونايتد الأرسنال، السنوات الأخيرة مانشستر يقترب، الكرة ملعوبة الآن عرضية، يا سلام يا ديبالا، كالبريرا عالية وعرضية لا وجود، الكرة لماتيودي مشعل كوادرادو، الكرة لا زالت قائمة لليوفي، ولكن بتتخلص ضربة ركنية لروزانيري، كرة ملعوبة عالية عرضية بتتخلص، سوسو سلام سوسو، لكن ليس الظهور الاول لبوفون، لعله يكون من الايام الاخيره وهو كذلك، اللحظات الاخيره وهو كذلك، تدري منطقه الجزاء ما زالت حائره، تسدد قويه السلام، عدت كره بوني فنتورا في اللقطه الماضيه، لقطه الميلان ثالث المحاولات الحقيقية للميلان، شوط أكثر من جيد، التكهن سوسو بيلعب يا سلام داخل في هذه المسابقة، كرة ديبالا أمام المرمى، ضربة ركنية لليوفنتوس، اليوفي الكرة ملعوبة على أرضية سلام، تتغير الأماكن، تتغير الأماكن، تتغير الأحداث، اليوفي لا يتغير، إنه السيد والسيدة، إنه الكبير، إنه
الآخرين بخطوات. بن عطية ويا لها من عطية، بن عطية والعطية ما من وراها جزية، العطية في المرمى في قمة العطاء في قمة اللقاء، يضعها في زاوية لا يوجد بها أحد ولا أحد يستطيع إيقاف اليوفنتوس. في المرمى تعلن عن تقدم اليوفي بأول أهداف المباراة. إبيانكونيري يضعها ويصفقون ويحتفلون ويعلنون ورا تتويج ورا بطولة. هذا هو اليوفي. ماذا فعلت يا دوناروما؟ أنت فقط تتصدى لديبالا، أما الآخرين يسجلون بقمة الرأي. واليوفي يتقدم بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ومهدي بن عطية يسجل ثنائية. ماذا يفعل دوناروما؟ حالة عدم التركيز غير طبيعية. ليته يركز كل الكرات مثل ما يركز مع ديبالا، هو حاط دوبه من دوب ديبالا بس. هذا المشجع اليوفنتيني عمره 7. اليوفي يضرب ويتقدم. السيدة العجوز تحقق الفوز، وغير اليوفي بطل ما يجوز. كوستا بالقدم اليسرى يسجل لليوفي الهدف الثاني، ويغضب الميلاني. انهم دائما يا انيلي يصفقون ويحتفلون ويعلنون ورا تتويج بطولة ورا بطولة. هذا هو اليوفي. ماذا فعلت يا دوناروما؟ انت فقط تتصدى لديبالا، أما الآخرين يسجلون بقمة الراعة. عالية الكرة، السلام، يوم سقوط دوناروما ويوم جديد لاعتلاء اليوفنتوس. الرشاش يضرب، الرشاش الإيطالي يضرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بن عطية، شو هالعطايا، شو هالكرم، شو هالإبداع. اليوفي يصيب مدينة ميلان بالإحباط في أقل من 10 دقائق. اليوفنتوس يضرب بثلاثة أهداف. دوناروما، بهذه الطريقة لن تصبح خليفة لليوفي. عرضية داخل منطقة الجزاء في المرمى، الانتصار الأكبر لليوفنتوس على ميلان في تاريخ المباريات النهائية التي جمعتهم. إكلانيتش ووجه الغضب جاتوزو. اليوفي يسجل الرابع. يا ليلى، ما بعدها ليلى عشاق اليوفنتين الكبير. احتفل دوناروما بهدفين. اتى كرانيتش ليسجل في مرماه هدف اخر ويزيد المعاناة لدوناروما. الميلان